أخبار اليوم. مبروك يا كابتن، دورك ايه؟ طبعا الحمد لله ان احنا نحافظ على الدرع الدوري الموسم الثامن على التوالي، ده شيء عظيم جدا ومجهود مش بتاع ماتش، ده مجهود سنه كامله وسنوات ودفع براعم وناشئات وجهاز كامل، اداره محترفه بضبط وادي دجله، مش محتاج ان انا اتكلم عليها كتير، ماشيين بنظام، ماشيين بسيستم معين، منظومه ناجحه الحمد لله، وده بيكلل الموضوع في الاخر بالنجاح الحمد لله. يا نجم، يا نجم النجوم، يا نجم الكره الحقيقيه في العالم. فالحمد لله بشكركم وبشكر كل الاعلام اللي جه النهارده وبوابه الاخبار انها موجوده معانا وبتدعم البنات، لانها لعبه المفروض انها تظهر اكثر من كده، عشان عندنا حاجه مهمه جدا وطنيه الفتره الجايه اللي هي كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، فالاعلام لما يبقى حوالين اللعيبه اكيد هيرفع معنوياتهم ويشتغلوا اكتر، عايزين نمثل بلدنا بتمثيل مصر كبير قوي، عايزين نبقى شكلنا كويس في البطوله ونحقق فيها حاجه، فاتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيها تركيز اكتر ان شاء الله. التوفيق يا كابتن ان شاء الله دائما. الحمد لله ده بفضل ربنا، انا ما بعملش فلوس ولا حاجه، بفضل ربنا، احنا الفلوس دي عملناها السنه اللي فاتت في البلنتيات برضه والحمد لله ربنا كرمنا، هي بس احنا بنتفائل بيها ليس الا، لكن مش عايز اقول طقوس برضه، بس الحمد لله الحمد لله ربنا كريم والله. الف مبروك لنادي دجله. الله يخليك، بس احنا تعبنا قوي. تهدوا الفوز ده لمين؟ دي بص لكل الاداره المنظومه كلها، لان هم بصراحه تعبوا معانا جدا جدا جدا. الحمد لله الحمد لله. عشان نجيب الفريق كله، عشان نجيب الفريق كله.